السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي قوية ومهمة للمبرمجين، ميزتها إن أنا ممكن تشتغل على فيجوال ستوديو كود، يعني مش هقول لك سيب البيئة اللي أنت متعود عليها وروح بيئة تانية، لأ ممكن تشتغل على أي بيئة أنت شغال عليها. هي عاملة زي أداة جرامري، يعني بتصلح لك الكود اللي أنت كاتبه لو في أي أخطاء لغوية أو نحوية في النصوص، فهو بيصحح لك. أنت عارف ممكن يحصل غلطة في حرف نقعد نلف حول نفسنا عشان نحله، فهو هنا لأ بيبدأ إن هو يصحح الأخطاء أوتوماتيك ويحول التعليمات البرمجيه للغه برمجيه اخرى. لو انت كاتب كود تقدر تحولها لك لكود تاني في ثواني بدون ما تحصل اي مشاكل خالص، وبتساعدك في عمليه تطوير القائم على الاختبار اللي هي التي دي دي. وفي منها يعني تقدر تدخل تقول له انا عايز مثلا البرايسنج، في اللي هو مجاني مش هتدفع حاجه خالص، تمام، بيكون بس بيدعم لك 15 لغه، في واحده ثانيه $7 في الشهر، ده $7 في الشهر مقابل كده بقى فيه 30 لغة موجودة، بيبقى فيها إمكانيات أكتر زي جنريك كود، في لايف سبورت دي أحسن من اللي هي المجانية. وفي بقى لو أنت عايز تشتغل مع تيم ممكن تقول له كونتاكت أصل وتبدأ تتفق معاه.